عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. وبيك. خلينا نتعرف عليك قبل كل شيء. حمزة دبي، مع اسمه شهر حمزة دبي من الجزائر، جينا باساجي هنا عندكم لتونس. اون بليس جو سوي جورناليست. وبيك اختي العزيزة. علاش اسمك حمزة دبي؟ حمزة دبي هذا اسم الشهرة نتاعي، باسكو حمزة دبي سي اورغانيزاتور في لي مارياج بور لي دي جي ديكوراسيون لي فوتوغراف. مرحبا بيك. ديجا احنا اخترنا باش نحكيو على صعوبة الزواج في الجزائر. شنو هو الصعوبات الموجودة في الجزائر؟ والله العظيم نحن ما عندناش صعوبة في الجزائر، الصعوبة أنه تتفرق دي بين العادات والتقاليد من منطقة إلى منطقة أخرى. مش كما مش الشرق كما الغرب كما الجمال كما الجنوب. يختلف المهر ويختلف العادات والتقاليد حسب المنطقة. خاطر احنا عملنا برشا حوارات مع شباب من الجزائر يقولوا فما شوية معناها صعوبة في تكاليف الزواج. كاين واحدة صعيبة شوية وكاين واحد يقول لك لا. تنجم تعمل بحسب الإمكانيات اللي عندك يعني. كل واحد مقدوره. بيان سي كل واحد مقدوره واش راح يدير. أيوا. كاين في المنطقة الشرقية كاين واحد يطلب بالغالي كاين يطلب ما يطلبش. كيف في الغرب وسي كاين واحد يطلب كاين ما يطلبش. كاين الجنوب وسي واحد يطلب وواحد ما يطلب. كل واحد مقدوره في البلاد. والحمد لله ونزوجوا ونعيشوا متهنيين وكل شيء. ونشاركوا الحياة. قديش يتكلف الزواج في الجزائر حسب التقدير؟ الزواج في الجزائر من الى قادر يتكلف لك 20 مليون وقادر يتكلف لك 500 مليون حسب الطبقات وحسب يعني بالفلوس الجزائريه. راهو الفلوس الجزائريه 20 مليون كيما نقولوا انسان ماهوش باغي يدير حاجه صغيره. اكزومبل واحد حاب يدير عرس كبير يسقم له حتى 500 مليون جزائري نورمال عادي في البلاد. وكاين يسقم اكثر باسكو حسب الصيغه تاع الذهب تاع المراه حسب الشروط حسب العدد تاع العزاء. ونعرفوا الشروط احنا شنو نحن في الجزائر شنو نحن والله العظيم عندنا الشرط الجزائري ما عندناش شرط محدد في الجزائر. الشروط العاديه تختلف عن منطقه لمنطقه. قد واحده تقول لك 5000 ومصحف 100000 ومصحف كاين واحده تقول لك جيب لي 20 مليون وصيغه كاين واحده تطلب عليك ذهب وحدها كاين واحده تشط عليك طار وحدها كل واحده دار. بيان سير في بالي في الجزائر يلزم دار. نحن يلزم الدار. وشوف ما همش كل لازم الدار. تقدر العروس راح نجيبوها تسكن مع اهل العريس نورمال عادي في بلادي ما كان حتى بروبليم. مين من الجزائر تحديدا؟ انا من شرق الجزائر شمال شرق الجزائر تحديدا ولايه الطارف ولايه شرقيه ولايه حدوديه الى بلد تونس. اي سي بور سا هذه بعد نقول لك نحن في الشرق قادر يكون غالي قادر ما يكونش غالي. كل واحد مقدوره حسب الامكانيات. هو نورمال مو حسب الامكانيات المهم يكون الزواج على سنه الله ورسوله. ورسوله هذا اهم حاجه. ايوا وش راح نديرو؟ المهر. المهر الجزائري معناها الجزائر الكل يعني تطلب مهر ولا حسب الولايه؟ نحن دوكا هو المهر من اركان الزواج. ايوا وكاين اللي يعرف وش معناها كلمه المهر وكاين ما يعرفش وش معنى المهر. وكاين كيما تقول له الصيغه يقول لك لا الصيغه يعني ذهب هو صيغه الحوار بين الطرف العائلتين. والمهر هذيك النسبه المقدره لحتى يقدر يمدها للعريس لاهل العروس. لو كان حتى خاتم الحديد هذاك هو صيغه المهر. زيد وش؟ وفما عبيد كيما قلت لي يشرطوا دار ملك وفما عبيد ما يقلقهاش يعني كان مشي العروسه بدات تشرط دار ملك عائلتها يقول لك انا نحب بنتي تسكن دارها وحدها. معناها مش مهم ملك ولا كري المهم وحدها. ملك لو حتى عايشه معاه في براكه حتى في براكه قبل باه المهم تقول لك بنتي تعيش وحدها باش ما تكونش الخلافات الزوجيه وبين العائلتين ما تكونش هذه الخلافات الزوجيه بين العائلتين وتكون العيشه مرضيه بيناتهم. وهذا هي ال خلينا نحكيو على تجربتك الزوجيه انت مسيو. تكاليف زواجك كان يعني تكلف برشا والا لا؟ بيان سيغ انا لا غون مارياج درت وانا في عهد الكورونا ودرت ان غون مارياج. انت مجموعه اللي عرسوا في الكورونا؟ عرسوا في الكورونا بصح درت مارياج كبير. كانوا عندي لانفيتي تقريبا 2000 بيرسونال بور الرجال وواحده 250 لي فام. هذا في عهد الكورونا. تكلفة العرس تاعي انا في الجزائر سقمني تقريبا واحدة 150 160 هذا بالنسبة للعشاء القعدة تاع نهار عرسي انا.
بالنسبة لها صيغة على المرأة تسقمت واحدة 100 مليون. أيوة. قديش من ليلة الزواج في الجزائر؟ الزواج في الجزائر غير محدد الليالي. قد ما تحب انت. قد ما تحب انت على قد ما تكون انت. قد يفض العرس في ليلة واحدة، قد يكون العرس مدة سمانة شهر. كيما تحب. هو على قد ما نقصوا الليالي على قد ما يكون بتكون أحلى معناها. وعقد ما تكون الليالي أكثر عقد ما يكون أحلى وأحلى. نحن في العادات الجزائري يقول لك العرس الجزائري 7 أيام و7 ليالي. حتى احنا في تونس 7 أيام و7 ليالي. 7 أيام و7 ليالي، نحن كم يكونش العرس بالأخص بالنسبة للعرس الطفل 7 أيام و7 ليالي. هما كوبلويت يحبوا يوفروا مصاريفك نتاع الليالي للفواياج. مصاريف يقول لك لا أنا ما نديرش عرس، نروح ندير مرياج هكا خفيف دنيا. يعملوا فواياج يسافروا. به فواياج. كاين واحد يقول لك لا راح ندير به عرس تكلفة عرس، نروح نشري به ميزون أو نروح نشري به فواتيغ. كيما هكذا. وإذا معناها الإمكانيات متوفرة نجم يعمل 7 أيام و7 ليالي وينجم يمشي يعمل فواياج. أنا دات 7 أيام و7 ليالي. 7 أيام و7 ليالي دات عرس نورمال، عرس روبي كما نقولوا هنا في الجزائر، عرس روبي 7 أيام و7 ليالي. أيوا عادي والحمد لله ووفقني ربي وقدرت وفوت العرس نورمال عاد. الحمد لله. تعملوا حنة نتاع الراجل ولا؟ بيان سيغ نديروا حنة الراجل ونديروا حنة العروس. العروس هذيك معروفة. أيوا حنة الراجوسي نديروا حمام الراجل. احكي لي كيفاش. وفاة تاع الراجل حمام. أجواء حنة الراجل. حجام. أجواء الحنة تاع الراجل غير عادية. غير عادية. الحنة تاع الراجل نجيبوا شيوخة. أول حاجة نكونوا العشاء نعشوا تحضير العشاء نعشوا الحباب هذيك اللي تجي الدنيا كلش العباد كلش ويفهم معك العباد ونجيبوا شيوخة السهرية في الليلة طويلة ونديروا حنة العريس وعادي في بلادي. وأهل الزوجة بيان سور يجيو. بيان سور كاين أهل الزوجة. كاين الزوجة ما تجيش. لا ما عندناش نحن الزوجة تدخل في وسط الرجال. حتى احنا ما عندناش زوجة تمشي لحنة الراجل. كاين أهل العريس أهل العروسة ما يقدروش يجوا. كيما يكونوا بعاد يستنوا حتى وقتها يجوا مع بنتهم يجوا معاها. بيان سور. ونفوتوا العرس نتاعنا ويجي يحني العريس ويقع معاه صحابو ويعطوه صواد صحابو ويشقوا له دنيا كل شيء. تعمل حنه معناها كيف ما كيما ها كيما المراه. بيان سور بس عندها في صبع برك احنا. في صبع كهو. صبع واحد نديرو. في صبع واحد نديرو الحنه. ايوا. توا قداش عندك متزوج توا؟ انا الزواج راني في عام وهاني نستنى في مولود. ان شاء الله معايا زوجة سين تاعي لهنا في كافيتيريا المسرح. ان شاء الله مبروك ساعه قبل كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله. هو هاني جيت فواياج لهنا لتونس. انت وزوجتك ولا؟ بيان سيغ انا وزوجتي وزوجتي قاعده في لا كافيتيريا تاع المسرح. بيان سيغ باسكو لا غروسيز سي اوبليجي تروبوزي شويه وهنا معروضين عندكم في تونس. يعطيك الصحة، مرحبا بك مرة أخرى لتونس، نخلي لك الكلمة الأخرى. ميرسي بيان أهل تونس، يعني أهل تونس يا خوتنا وأحبابنا، وكما نقولوا تونس ونقولوا الجزائر، وإن شاء الله نحن في العلاقات الزوجية عندنا شعب جزائري مادي تونسية، وتونسية مادي جزائري، وعايشين ومربوطة بين العلاقات وسيلة الرحم، نطلبهم إن شاء الله لهنا وصحة البال، وإن شاء الله يا ربي يعدل الأحوال في كل البلدان. إن شاء الله. عايشك.